السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الأجواء ديال العيد. من هنا نقول لكم عيدكم مبروك، تعيدوا وتعاودوا بالصحة والهنا والراحة باش كتمنوا إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم في واحد جوج الوصفات. الوصفة الأولى وهي العجينة ديال الخبز أو المطلوع، والوصفة الثانية وهي طارت أو فلون بثلاث طبقات، كتجي هائلة. ما عليكم غير تبعوني في الطريقة والمقادير. نبدأ بالعجين ديال الخبز. بعد ما شوينا القطبان وسرينا الحولي ديالنا وصوبنا الدوارة درنا القطبان درنا بولفاف، صافي تغدينا سالينا. كانت أجواء هائلة نتاع العيد، دوزنا الصبح زوين بزاف مع الأضحية ومع الأجواء ديال الشوي. صافي من بعد غادي ندوز للعجين ونوريكم الطريقة ديال العجين. هاد الخبز كنديرها بالطحين كومبلي وفارينة. صافي غادي نبداو على بركة الله. سنيدة بالمدافي فزقتهم، الملح على حسب الذوق، المدافي باش غادي نعجن. غادي نخلط هادشي ونديرو في العجانة نعجنو، غتكون العجينة خفيفة شوية. هاد هي العجين ديالنا من بعد ما خمرت. كنديرها هنا في هاد البول ديال تيبيروير. كتخمر دغيا، ملي كتخمر كترطق الغطايه. هاد تيبيروير ملي كصحية. دابا ان شاء الله ندير لكم حلقه على هاد المشتريات ديالي ديال تيبيروير ان شاء الله. من بعد ما قرصت الخبز درت هادو جوج بالسميده، سميده رقيقه قرصتها فيها، وهادو درتهم بالطحين الاحمر ديك الحمراء. من بعد ما سخنت المقله دابا غادي نطرح الخبز. نطرحها ونقرصها شويه بيدي، نقادها على هذا الشكل. نبقى نخليها طيب حتى تحمر من ديك الوجه ونقلبها على الوجه الاخر. ومن بعد ندوز الخبزه الثانيه والثالثه حتى نساليهم. من بعد ما نساليهم غادي نمشي نصاوب ديك لاطارت، لاطارت اوفلون اللي فيها ثلاثه طبقات. عندي في المكونات 6 معالق ديال الحليب، و 6 معالق ديال الزيت، و 6 معالق ديال الطحين، و 6 معالق سنيده، معلقه د الكاكاو، و جوج بيضات، و ساشي ديال بيكن باودر 20 غرام، نقسمها على جوج ندير لها 10. صافي عندي المول اللي كيتحل مع الجنب على هذا الشكل. دهنته بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق نخليه على جانب ونبدا على بركه الله. نعمل البيض ومن بعد سنيده الزيت الحليب والطحين، ندير دفعات مع الكاكاو حتى نسالي ونخلط على في الفران على حراره متوسطه 10 دقائق. صافي وتوجد. نخلطها مزيان على هذا الشكل. الحلوه كتجي زوينه بزاف. غادي تنساليها وتشوفوا الشكل ديالها، شكل جديد ورائع هذا العيد ان شاء الله. صافي غنديرها في المول ونكبها في المول. غنديرها في المول على هذا الشكل. طابت الكيكه ديالنا على هذا الشكل هكذا. دابا غادي ندوز ندير الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه عندي فيها هنايا كاس ديال حليب غبره، كاس العنبه، عندي 4 معالق سنيده، 3 ديال دانون طبيعي بدون سكر. صافي غادي نخلطهم، نخلط هذا الدانون مع الحليب والسكر ونديرهم فوق الحلوه ونوريكم الطريقه.
درت دانون في هذا البول، زدت عليه سنيده، غادي نبقى نكب الحليب. خلط مزيان باش ما يبقاش محبل. صافي نخلط على هذا الشكل هكذا حتى تنسجم ديك الحليب الغبره مع ديال مع سنيده مع دانون. صافي تسجلت، دابا غنكبها فوق الكيكة، باغا نديرها فوق الكيكة. هاد الشكل هكدا، نسرحها ونضرب عليها. صافي غندخلها للفران، ندخلها للفران غير نحس بيها، ندير صبعي هكذا ونجبرها ناشفه. صافي نطفي عليها، ما نديرش حتى 5 دقائق، ما نكملهاش باش ما تحرقش، غير ندير لها غير شويه ونخرجها غير كتنشف. صافي ورجع معايا. دابا غادي ندوز نصاوب الطبقة الثالثة، عندي فيها نص سيترو د الحليب، 2 معالق د سنيدة، 1 معلقة ديال الكاكاو، 2 معالق ديال نيسكافي، هي دو ساشي، 1 معلقة في كل ساشي، وحدة ديال فلون ديال الشوكولاط، فلون أو شوكولا. صافي غنخدم هاد الحليب مع الفلون، نزيد نيسكافي ونزيد الشوكولاط والسكر، ونديرهم يطيبو ونرجع معاكم. من بعد ما جبت هاد الكيكه من الفران، ديك لاكريم هي قبضت راسها، هانتوما ما كتحركش. صافي الفلون ها هو وجد لي لي صوت طيبته في البوطه. دابا غندوز ندير من فوق هاد الطاخت، نخدمها غير بشويه حيت سخونه، خصني غير بشويه. صافي نبقى مستمره هكذا تنعمرها كامله، تنخوي هاد الفلون كلهم فوق منها، نحاول غير بشويه حيت هادي لاكريم سخونه والفلون سخون، خصني غير بشويه. بان لي هاد المول مايل شويه، خصني نقادو تنساليه ونقادو. المهم نسالي هاد الفلون نخويه كامل، غادي نقاد المول ونخليه حتى يبرد مزيان وندخلو للمجمد. هاد لاطارت كتنتكل بارده اولا كلاصي، هي من الاحسن تنتكل كلاصي. صافي نكملها نكملها ونخليها تبرد ليها في المجمد. من بعد ما درنا
لاطاغ ديالنا في المجمد. دابا غادي ندوز نوجد المائدة ديال العيد، المائدة الحلوة باش يجيو الضيوف، غيجيو العائلة يعيدوا علينا، كنوجدها ونخليها واجدة مع الصينية د أتاي. كندير كنزل هاد الحلوة على الأشكال. لاطاغ ديالنا هي اللي وجدت، جات على هاد الشكل هذا. غادي نقطع منها طريف، كتجي هائلة، كتجي لذيذة بزاف، كنتمنى تجربوها. صافي، من بعد ما نقطعها غادي نوريكم الشكل ديالها. هادي الحلوة اللي حطيت ديال العيد، منها اللي خديت من الباتيسري ومنها اللي كانت عندي في المجمد، لأن ضيق الوقت ما قديتش نوجد كل شيء مع السفر والعيا، وراكم عارفين والطريق جينا عيانين والوقت ما قدنيش. صافي، خلطت هادشي ديال الباتيسري مع نتاع الدار، ايوا جات الطبله ديالنا على هاد الشكل هكذا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو اكثر عدد من اللايكات باش تشجعوني باش نقدم لكم دائما الجديد. ما تنساوش تفعيل الجرس، ما تنساوش الضغط على الزر الاعجاب، وكذلك الاشتراك في القناه باش نقدم لكم دائما اكثر من الفيديوهات. والسلام عليكم.